قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. في رواية أبي داود وإذا وضع عليهم السيف، فإن الوقوع هنا من أي شيء؟ من السيف. لكن السيف ما الذي يوقعه؟ من الذي يوقعه؟ يقع بنفسه؟ أما أن هناك أدوات تحركه؟ نعم هناك. ولذا قال في رواية أبي داود وإذا وضع، دل على أن هناك أناسا يضعونه،